الفجع تعتبر النبتة الأغلى في الكويت، والبعض يطلقون عليها لقب بنت البر ويصفونه بغذاء ودواء، لكن أسعار الفجع وصلت الفترة الراهنة إلى أرقام فلكية أغلى من كل دول الخليج. كاميرا اي تي في العدالة رصدت الوضع في الأسواق في سياق التقرير التالي. الكل قاعد يتكلم ويقول إن كيلو الفقع يعادل الخروف، سعر الخروف. اي نعم، فيه ناس حبة كبيرة او سعودي او كويتي، بس الحين ان شاء الله يعني بعد 5-6 ايام او 10 ايام ان شاء الله يصير يعني متخفض الاسعار، والاسعار ان شاء الله فيها نزول، ما ضل كذي. زين، نعم. سعر الكيلو كم الحين؟ الحين من 50-60 نزل 30 دينار. 30؟ اي، لانه هو هم خسران، هذا اللي يابه هم خسران. زين، شنو نوع الفقع اللي حاليا؟ اللي حاليا الحين دخل علينا شويه سعودي كويتي، اليوم دخل علينا، واكثر شيء عراقي، بس الحبه صغيره العراقي. ايه؟ يعني ما هي يعني تشجع، ما تشجع المشتري. ما تشجع. ايه؟ نعم. زين، هل يختلف مثلا طعم الفقع مثلا من دوله الاخرى؟ لا، اولا الارض، ارض الكويت والعراق والسعوديه ارض واحده، ما فيها يعني اختلاف، ولا حتى الجزائر، حتى المغرب، حتى جميع الفقع هو فقع. بس احنا نلاحظ ان يعني البعض قاعد يسال عن موطن الفقع من وين، درجة ليش يعني، هل مثلا يختلف مثلا بالطعام؟ نعم احسن فقع كويتي، احسن فقع من ارض الكويت، الكويتي فقعتها نظيفه. ايش يميزه يعني فقع الكويت؟ ريحه، ريحة وعطور وكل شيء. الأسعار يعني مو غالية وايد ولا رخيصة وايد. الأسعار عندنا مثلا الشهبة الكيلو ب20، وعندنا ب25. نعم. عندنا في كويتي اليوم بشرانة الكيلو 50 دينار. نعم. في سعودي. في سعودي. زين، حاليا الفقع اللي موجود اللي بالسوق شنو أغلبه؟ أغلبه سعودي. إيه. كويتي. إيه. وعراقي. عراق. زين، شنو الناس مثلا اللي عراقي؟ في الحبة الصغيرة الفلينة ب15، في ب12، في ب13، أسعار مختلفة يعني، في الغالي وفي الرخيص. زين، الحبة اللي متواجدة مثلا بالسوق حاليا شنو نوعها؟ نوع الزبيدية هي النوع أفخر شيء يعني. أفخر شيء، بس حاليا ليش؟ أفخر شيء يعني مو زبيدي الموجود. لا، الموجود مثلا هذا حاليا، هذا يقولون له الشعبة. ايه. وذاك زبيدي رجاوي، الزبيدي الرجاوي هو طبعا حتى ذا الفقع كثير هو راح شوي ماسك سعره. أه. غالي لان يجي غليل. نعم. نعم. بس راح يكثر انواع ثانيه راح تجي، وان شاء الله راح يرخص الفقع. الحين والله الحرج ماله هذا الابيض 40 دينار ينشر صغيره مع كبيره. نفس هذا الكرتون. هذا 33، شوف الحبه الوسطيه هاي 33 دينار مشتراتها يعني. مشترات. اي نعم. يعني غالي. غالي. غالي، مشتراتها غالي. نعم. حرج كميات هي قليل ويرتفع بالحرج. بس ان شاء الله. بس ان شاء الله يعني ان شاء الله راح يتوفر. اذا بالكثير يعني 10 ايام اسبوعين ان شاء الله، بس موجود. الله يطي الشمس ان شاء الله، وان شاء الله كل شيء يصير. حاليا بدايه الموسم. إيه؟ هذه الفيديوهات اللي انتشرت لا غير صحيحة. نعم. حاليا الاسعار يعني قاعد تتناسب، يعني في ب30 دينار، في 35 دينار. الكيلو. الكيلو. نعم. عراقي كويتي الكويتي يعني كبدايه. نعم. اسعاره يعني ب50 دينار. حاليا فرق الفقع الكويتي طبعا. إيه؟ زبيدي ابيض، حبتها اكبر، حبتها ملسه. إيه؟ في ريحه طازج، يعني في فرق. نعم. نعم. اي، وان شاء الله هذا موسم، ان شاء الله موسم خير. نعم. والارض يعني الحين بدايتها ورايح تنتج ان شاء الله، في امطار كثيره. نعم. وان شاء الله بس الشمس، نحتاج لنا شمس ودفو. نعم. رايح يجي ان شاء الله، والاسعار يعني تنزل الاسعار. كم كيلو هذا؟ هذا 500 جرام. 500 يعني. ايه. كيلو. نص كيلو. اهلا يبا. اي، نص كيلو. نص كيلو. الكيلو. ايه. هذا 15 دينار. 15 دينار. هذا احنا مشترينا 35، بس نبي نتخفض نقول 15، حتى اللي يبات بالسوق. ايه. بكره ما يقدر يشتري، يظل. يظل. نعم. على اساس بكره ما يقول باع ب30 هذا. صح. اي، حتى يصير قصور فيه.